في الغش اللي صار لعلي. لا يكثر الكلام معك انت الحين. مو بعد لا يكثر اصبر ابو، خلني اخلص كلامي. سعد سعد تفضل مع الباب ولا تناقشني الحين، ولا خلك ساكت لما اخلص كلامي. انا بس ايش معنى علي؟ مالك خص، انا اقول علي اقول سعد اقول صالح، ما انت مسؤول عن اذا بتمشي قرار نفسك. ابو كاتب ابو كاتب اذا بتمشي القرار اللي بصدره لكم انتم الاربعه، تمشي على شخص واحد ابو كاتب. خلاص تعال من الكل، من الكل من الكل، كمل كمل. لا لا اذكر لي، انا قصدي اذا تمشي قرار مشي على الكل، تمشي على علي بس. اذكر لي الاسامي، خلنا من اسامي. انت فتحت موضوع، انا قصدي بتمشي قرار مشي على الكل. لا تتكلمني بالاستفهامات والاشياء. نظام ابو كاتب، ابو كاتب اسمعني، نظام تحطون برنامج. اسمعني خليني اكمل. نظام تحطون برنامج، ما تحطون اساسيات فيه. هذا غلط منكم انتم، هذا غلط منكم انتم. غششتوا امس علي وكنتوا سبب في الغاء الفقره كانت، وما قابل اهله علشان كذا. ما احنا بالسبب، الخصم السبب علينا، اسمعني السبب من الاداره نفسها. الخصم الخصم, الخصم راح يكون على كل واحد فيكم. كاتب تخصم 1000 ريال. اصبر ليش تخصم يا اخي؟ ليش تخصم؟ ليش خصم الكل؟ خصم عليكم 1000 نقطه. فيصل بن قربه، سعد، صالح، عبد الله، ابو كاتب. بالنسبه لي ايش نقاش ثاني؟ والله ثم والله لا تصير 2000. لا تصير ايش علاقه ابو كاتب؟ اسمح ابو كاتب، ترى ما له ابو كاتب، مالك شغل، مالك شغل، مالك شغل، لا تعرف عندي ابو كاتب. انا ايش علاقتي بالموضوع؟ طيب علمني. صالح تفضل، سعد وفيصل. تعود من ليس ارجع ابو كاتب اسمعني. قل لا اله الا الله. دقيقه فيصل، قل لا اله الا الله. خلي بقول للمره الثالثه اقولها يا صالح. بقول لك قل لا اله الا الله. يا سعد قل لا اله الا الله. تفضلوا يا اخي اسمعني انت، وش البرنامج؟ اسمع المتسابقين. بدي اخصم عليك. طيب بس ليش اخصم علي 1000 عشان علي؟ طيب يا اخي انا اسمع اسمع، زود الخصم. خلنا من يزود الخصم يا اخي، هذا مشكله البرنامج نفسه يا اخي. ما يخصم علي كذا. صالح 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 خليه خليه، رفع صوتك هذا من رفع صوتك الحين. اسمع يا سعد، رفعت صوتك هذه. انا ما انك تبغى تسوي لك، اسمعني، انك تبغى تسوي لك حدث عندي خصم عليك 500 ثاني، هذه 1500. تفضلوا ثلاثه كلكم. قبل نطلع مخرج اقطع الصوت على سعد. قبل نطلع تفضل يا صالح. طيب أبشت. عندك الكبش الروم وعندك بروفايلك تقدر تناقش فيها، ما تتناقش عندي. مره ثانيه اصفو اي رجال. تفضل يا ابو رجال، انا ما طلع هنا اصفو. تفضل تسمح لي بكلمه يا علي الكلثمي. تعال اقول كلمه. انا ابو كاتب بالنسبه لي. تعال يلا تفضل. ايش علاقتي بالموضوع؟ انا يا ابو كاتب تفضل. خلني اصفو ابو كاتب، معليش اسمح لي بكلمه يا طويل العمر. والله تنصف يا ابو كاتب ولا جاي تظلم؟ تفضل يا عبد الله. ابو كاتب تفضل. شال يا طالب، ترى نفس الخصم اللي صار على سعد بيصير عليكم. تفضل. انا طالب، انا طالب، انا طالب. دقيقه بقول لك. انا طالب، انا طالب، قدروا، انا طالب.